السلام عليكم. كل اي جلسه ان ربنا معاكم. دوم يا جماعه الحراس بتاع المجمع ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده مفيش اي حرامي يقدر يستجرأ ويخش المجمع. الحرامي اللي يخش يبقى كده ايه، جنى على نفسه. حراسه قويه جدا هنا ما شاء الله، حراسه 24 ساعه ونظافه جميله جدا ما شاء الله. وفي وش الحدائق الجميله والاكسجين الحلو اللي انا بشمه دلوقتي ما شاء الله، والنظافه. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ انا بخير. بن ايم عربجا، انا بخير. بن ايم عربجا كولاي جالسن. يا الله الرزق والسد ما شاء الله. ده يا جماعه اللي بينظف ربنا معايا يا رب، انسان بسم الله ما شاء الله بيحب النظافه جدا. ودي العربيه بتاعت الزرع. لساني عاجز عن وصف المجمع الجميل وجماله، فأنا أخلي التصوير، أخلي عيونكم هي اللي تعرف معنى جمال المجمع ده. أنا مش عايز أتكلم كتير وأنا بصور، أنتوا اتفرجوا. بسم الله ما شاء الله. كأن الواحد إيه، حفلة هنا، كأن الناس ايه، عارفين الفنادق اللي بيتجوزوا وكده ما شاء الله. كل مكان خضار في خضار ما شاء الله، وقعدات في المجمع. كأنه فندق 5 نجوم كده. ايه الواحد وهو نازل من شقته مثلا، ينزل كده وهو رايح الشغل في وسط الخضار، في وسط النظافة. دلوقتي يا جماعة احنا رايحين المدرسة تحفيظ القرآن هنا في المجمع، عملوها ما شاء الله للأطفال، للأولاد اللي هم ايه، أولاد أصحاب الشقق، يعني الأطفال أطفالكم إن شاء الله. أتش 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 لطفا أتش. يا سلام، شايفين التعاون. سلام عليكم. عليكم السلام. نصل سنز. شايفين يا جماعة التعاون. بسم الله ما شاء الله. دي طبعا غرفة المدير. هنا مكتوب ايه؟ تشيكش يعني خروج. ده يا جماعه دوره المياه بتاعت الاطفال زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله، كل حاجه نظيفه. الله، يعني الطفل هو بيلعب، شايفين حتى ما شاء الله بصاه على الجنينه من بره. طبعا هنا كاميرات جالك يوب بنو. طفيت الحريق. شايفين يا جماعه ما شاء الله، والله هو العامل اللي ورايا ضحك.
طبعا حاجة جميلة جدا، سراير الأطفال الصغيرة، حاجة جميلة. ماشي كده. تشوك جوزال ده؟ تشوك والله. تشوك جوزال يعني؟ جميلة ها؟ راحات يعني الطفل كده وينام مفيش إزعاج. برضو الحمامات نفس النظام. مطبخ ده يا جماعة المطبخ يا ما كيتشن شكرا يا إيجاز، عشان الأطفال هنا ياكلوا، فهنا المطبخ وكده، وده الحمام عشان الواحد يغسل إيده وكده. شوفوا يا جماعه الاطفال بيلعبوا ازاي، اولادكم ان شاء الله يلعبوا زيهم هنا، يعني ممكن ايه كره سله وهنا كره طايره، شايفين الشبكه بتاع كره الطايره، وبيلعبوا كره هنا كمان، خضار في خضار. دلوقتي يا جماعه انا رايح للملك اتكلم معاه شويه. شوفوا يا جماعه حتى لو عايزين تشربوا شاي تشربوا شاي هنا في الجنينه الجميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. السلام. كيف حالك يا حاج محمد؟ والله الحمد لله. كيف انتم؟ ان شاء الله بخير. بخير الحمد لله. ولا كيف انا الحمد لله. من فيديو الاول حتى الان بيع 12 شقه، الان ترتيبات كثيره احسن الحمد لله، حمد رب العالمين. بيقول ما شاء الله الفيديو الاولاني اللي حوالي تقريبا من شهر كده ما شاء الله حوالي باع حوالي 12 شقه ما شاء الله. حاج محمد هل تريد ان تقول شيئا للمشاهدين؟ برشي يعني سلامك استرمسنز. والله انا يحبون اهل العربي. أنا يحبون أهل العربي كل تاجي شراء هذا بتأمين، هذا يعني مدينة أمين، يعني هذا مدينة إسلام مدينة أمين، هذا سيتا كثير أمين بإذن الله. هذا السيتا يعني هذا المجمع بسم الله ما شاء الله أمن كبير جدا وفضل ربنا، ما فيش أي حرامي يستجرأ يخش هنا حراسة. الله أكبر الله أكبر، إحنا دايما لما بنسجل الأذان بيأذن، الله أكبر الله أكبر. فعلى العموم يا جماعة دلوقتي أنا هربط الفيديو القديم بالفيديو ده عشان تشوفوا المجمع أكتر إن شاء الله، ونشوفكم قريب في تركيا، وبحبكم جدا. علي جمال، إسطنبول، تركيا، مع السلامة. دلوقتي يا جماعة هنا في المجمع أول مرة حاجة جميلة زي كده أشوفها، فيها مسجد للرجال، ده مسجد للرجال كبير خاص للمجمع، وطبعا إيه الباب اللي هناك في مكان الوضوء، وده مسجد للنساء، ده للنساء برضو. عارفين يا جماعة أول مرة ما شاء الله أول مرة أشوف مسجد كبير
في المجمع خاص المجمع كده. وعلى فكرة أنا عايز أقول على حاجة مهمة جدا، الحدائق اللي احنا شايفينها الخاصة بالمجمع دي كلها كأني أنا ماشي في السلطان أحمد بالظبط، يعني أنزل بليلة مشي هنا في المجمع في الحدائق ما شاء الله. خلينا بس يا جماعة دلوقتي إيه نكمل باقي المجمع. طبعا يا جماعة ده اللي هو المبنى الأول، كويس شوفوا بلوك بي اللي هو المبنى رقم بي، وهنا ده البلوك رقم A، كويس. يلا دلوقتي يا جماعة نبص على الشقق. بسم الله. طبعا هنا في كاميرا وكلمة سر وكده. شايفين يا جماعة ما شاء الله الأسانسير كبير ازاي؟ حداشر دور يا جماعة. يا جماعة الفيديو اللي انتوا شايفين ده، الفيديو ده عن تركيا، الأشياء الجميلة في تركيا. بصوا كده مكتوب ايه؟ أونكشي يعني 10 أشخاص واخرهم 800 كيلو جرام. يعني طرفتكي 16 كيشي 1200 كيلو جرام. الاسانسير الثاني ل 16 شخص يعني الاكبر. ينركن ولا ينرس. واحنا نازلين ان شاء الله هنركب الاسانسير الثاني يا جماعه عشان نوريه لكم. هاي قد شو مستر زوج. يعني اللي بيخاف يا جماعه من الاسانسير يقعد ايه يتسلى ويتفرج على الفيديو الجميل ده. سادة سلدمة. تمام يا جماعه. بسم الله. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله الصالة دي واسعة قد ايه؟ بورا ده بو اوروبا كونوكلاري اوروبا كونوكلاري الله سونا 5. ليفت تام بوينت تمام. سيزيل شيء سرجان بو نقدر بردايرة أوردا 1,200,000. شو عارفين يا جماعة الشقق اللي هناك اللي أنا موريها لكم ديت العماير ديت هناك الشقة بمليون ومليون ومليون ومتين مليون ومتين ليرة يعني، لكن احنا نشوف السعر بتاع الشقة اللي أنا بعرضها لكم دلوقتي. بسم الله ما شاء الله فرصة فرصة كبيرة جدا. شوفوا دلوقتي ده المنظر يا جماعة. شوفوا بقى يا جماعه الحاجه الجميله اللي فرحتني انا شخصيا ديت مدرسه، مدرسه الابتدائيه اعداديه ثانويه ومدرسه الامام الخطيب اللي تخرج منها رئيس الجمهوريه. يعني اللي عنده اسره يا جماعه بصوا يود ولاده من الابتدائيه لغايه الثانويه وبعد كده ان شاء الله يخش الجامعه كابتا بليرسن. شايفين المنظر يا جماعه الجوامع؟ شايفين؟ شطران شكلي ماشي. تعال
افرجكم بس ايه باقي الشقه. دي كانت الصاله، شايفين المدخل بسم الله ما شاء الله واسع ازاي. وطبعا الدولاب تحطوا فيه حاجتكم، شايفين الدولاب، في هنا الجزم، الجواكت، جميل جدا جدا. دلوقتي المطبخ، المطبخ شوفوا بقى المطبخ ده حكايه، شايفين واسع قد ايه ما شاء الله، بمثابه اوضه. وانتوا لو لاحظتوا جوده البلاط هنا جوده كويسه. شوفوا بقى البلكونه الكبيره ديت، بره ده بونه Usul ısıtıcısı, doğal gazı da merkezi sistem. Sadece bundan ısınıyor, özel her daire. Tamam, şefin maşallah, sıkhan. Şu bel balkona, lütfen. Balkona kibira. شوف يا جماعة هنا دلوقتي بص على المدرسة، اللي يحب يشوف الأطفال والكلام ده ياخد الشقة هنا كويس وقريبة من المدرسة، اللي مش عايز جنب المدرسة ياخد شقة في الطرف الثاني. أوريكم بقى المنظر. شوفوا يا جماعة ديت مستشفى هناك كبيرة طبعا، مستشفى عامة، مساجد. شوفوا يا جماعه ده مكان البوتاجاز، انتوا لما تشتروا الشقه هم هيجيبوا لكم البوتاجاز وهيركبوه لكم، وفي ضمان طبعا. دي ادي هي الغرفه الاولى اللي هي غرفه الجلوس، بو ترما اوضاسيه، ده بو ترما اوضاسيه. يعني بصوا اربع غرف يعني قصدهم ديت الصالون ودي غرفه الجلوس زي ما احنا شايفين كده كبيره. بعد كده الحمام، كل حاجة جديدة زي ما انتوا شايفين. انت اول ناس هتسكنوا في الشقة. بعد كده حمام تاني، حمام تاني الافرنجي ده. كده حمامين، في حمام تالت كمان بس اصبروا عليا. هنا دي الغرفه الثانيه، يعني ثلاث حمامات في الغرفه بسم الله ما شاء الله، والغرف واسعه. خشوا بقى على الاوضه الكبيره بقى. الحمام الثالث الخاص بغرفة النوم، يعني بيقول لكم في اللي هو اتنين بانيو للدش وكده وثلاث حمامات زي ما احنا شايفين. ادي ده الدش والحمام، الحمام الثاني اللي هو الافرنجي، الحمام الثالث اللي هو ايه برضو حمام اهو ودش اولدو. تمام؟ اها جدا. دوام ايديجيز. عارفين ايه يا جماعه؟ كاميرا نردن؟ شوف يا جماعه دي كاميرا يا جماعه اللي هيجي لكم ويزوركم يعني وكده. تمام. أنا مش حابب أوقف الكاميرا أثناء التصوير كأنكم معايا. شوف يا جماعة ده سلم الحريق لا قدر الله.
شايفين؟ يعني هورتونلار بقى شيء هورتونلار مدعالي ديوش. يعني لا قدر لو حصل اي حريق على طول تفتحوا سلم، تفتحوا الصندوق ده وتاخدوا الخرطوم بتاع الحريق وتطفوا شقتكم على طول، يعني ما فيش مشكلة خالص. هات خطة برضه يا جماعة، الكلام ده موجود في كل دور. شايفين بسم الله ما شاء الله السلم حاجة كده ايه روعة والله. تمام. طيب دلوقتي يا جماعة أنا وريتكم السلم بتاع الحريق، ده السلم بقى العادي. يعني في سلمين، ده السلم العادي. تعالوا نطلع كده إيه؟ على الروف فوق. أنتم ملاحظين حاجة يا جماعة؟ ما شاء الله السلم واسع قد إيه؟ حتى وأنتم بتنقلوا العفش بتاعكم واسع. İpleri brandaları asmak için hazırladık. Hı hı. Satıyorum. Buradaki AVM'nin yerini gösteriyoruz. دلوقتي يا جماعه نشرح لكم حوالين المكان ايه بقى. Şuradaki konteynerler var ya beyaz arabalar falan. Ya جماعه اللي هناك هيبقى ملك كبير جدا جدا. Orada büyük bir AVM yapılacak. Projesi hazır, belediye yapacak orayı. يعني المشروع جاهز وكده والبلديه هتعمله هنا. وطالما ما يتعمل مش هزر يبلجك. شوفوا بقى يا جماعة المجمع، يا رب يستر وما اقعش. شايفين يا جماعة ده المجمع يا جماعة. Türkiye'nin en büyük otobanı bu. شوفوا يا جماعة Türkiye'nin neresine gidersen git bu yolu kullanmak zorunda. شوفوا يا جماعة أي مكان أنتوا عايزين تروحوا فيه في تركيا لازم تستخدموا إيه المكان ده. أنا عايز أشرح لكم بس نقطة تكملة النقطة الجملة اللي أنا أقولها ديت. هافالي ماني نهاردة؟ كاش دقيقة؟ 10 دقيقة 15 دقيقة. Üçüncü هافالي ماني ده؟ 15 دقيقة أيني. Burada en uzak yeri 15 dakika. Yol açıksa 15 dakikada İstanbul'un en uzak yerine gidersin. Tamam şimdi üçüncü havalimanı. كم دقيقة؟ 15 دقيقة. يا جماعة المطار الثالث، المطار الجديد من هنا حوالي 15 دقيقة بالسيارة. هنجي طرف؟ Bu tarafta kalıyor. İstersen öyle geçelim. Tamam. Bak şurayı anlatalım. Anlat. Bu tarafı Batışşehir, Viaport, işte Atatürk Havalimanı, Florya. بص يا جماعة bir saniye lütfen. Tamam. الطريق ده يا جماعة بيورينا اللي هو بيوديكوا على مطار أتاتورك وفلوريا والكلام ده. كويس؟ دلوقتي انا اوريكم الطريق اللي هو بيروح على المطار الثالث اللي هو المطار الجديد. ندان اوتشنجو هافاليماني ندان ikinci değil ندان اوتشنجو. İki tane var Türkiye'de. Bir Sabiha Gökçen, bir Atatürk Havalimanı. جماعه انا سالته ليه اتسمى المطار الثالث عشان في مطار اتاتورك ومطار صبيحة فده اتسمى المطار الثالث. ابو كابي كابلون دلوقتي انا أوريكم الطريق بتاع المطار الثالث يا جماعة. نهاردة؟ هما شو بس. شو iki tane minare var ya. Evet. O istikamette bak orada elektrik direkleri falan gözüküyor. Orası. Orası. Şefin ya جماعة هناك المسجد اللي هناك كده بعديه ده المطار الثالث يا جماعة. شايفين بسم الله ما شاء الله المآذن 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 المآذن. هاستانة نهاردة هاستانة. شو بناء تقسيم إلك يardım أستاذ. يا جماعة دية مستشفى التقسيم اللي هي المستشفى التقسيم المساعدة الأولى من أكبر مستشفيات يا جماعة عمليات وكده قريبة منكم. وهنا كمان بص يا جماعة المستشفى دية لو حد تعبان أو كده عنده برد أو الكلام ده جنب البيت على طول ينزل لها. المدرسة الجميلة يا جماعة اللي اسمها مدرسة إمام الخطيب اللي تخرج منها رئيس الجمهورية. ابتدائية اعدادية ثانوية يعني ولادكم يدرسوا من الابتدائية لغاية ما يخشوا الجامعة في المدارس ديت ما شاء الله. وكمان لتحفيظ القرآن كمان إمام الخطيب يعني. تمام اندن سنة تمام ايه. شايفين يا جماعة ده المجمع يا جماعة. شايفين يلا بينا ايه ننزل نشوف باقي الشواء. تمام اتشابلرسنز
asansör bineceğiz değil mi? Solda değil mi? Bu arada her kat kaç daire var? 4 daire var. Ya cema'a, عايز اوريكم حاجه يا جماعه. كل دور في 4 شقق. يعني ما فيهوش ولا زحمه ولا حاجه. دايرتين arasında da 29 metre var birbirlerine rahatsız edemezler. 29 يعني بين الشقه والثانيه 29 متر. يعني ما فيش ازعاج لاي حد من الشقه الاخرى. ما فيش اي ازعاج خالص. نركب بقى يا جماعه الاسانسير الثاني اللي هو الكبير اللي احنا قلنا عليه ده. انتوا بس كشي ده 16 كشي. اها شوفوا يا جماعه. 16 كشي. اها تمام. 16 كشي يعني 16 شخص. ليه؟ الوزن 1250 كيلو. Şimdi nereye gideceğiz? Otoparka ineceğiz. Tamam. Orada da bitireceğiz herhalde. Daha istediğim yer var. Bahçeyi çeksin. Bahçeyi çekti zaten. Tamam. Girdi çekti. Ya. 2+1 çıkalım mı? Da gerek yok mu? Yok ya, büyük gerek yok. Bence doğru, doğru. Hepsi büyük istiyorlar çünkü. Tamam. Dilbette ki mahne nezin iyi ile garaj. 2 kat otopark var. 6500 metre. El garaj ya cema? طابقين كم متر كره 6500 6500 6500 متر الجراج يا جماعه بسم الله ما شاء الله ساده سولده ساده الجراج 6500 متر يا جماعه ما شاء الله شايفين الكاميرا 36 تانية كاميرا بس ده 36 تاني 6 ما شاء الله 36 36 كاميرا يا جماعه 36 كاميرا ربنا يا جماعة ايه يوعدكم بسيارة زي كده ما شاء الله الله السيارة عجبتني يا رب يرزقني ويرزقكم زيها شوفوا بسم الله ما شاء الله يا جماعة كبير 6500 متر وطبعا ايه في دور تحت كمان للجراج يا جماعة وبالنسبة للمركن هنا كل شقة ليها مكانها يعني ما ينفعش واحد ياخد ايه مكان التاني كل واحد ليه رقم رقم الشقة وكده كل واحد ليه مكانه يركن عربيته فيه شوفوا يا جماعة هنا انتوا بتنزلوا تحت كده علشان اللي عايز ايه يركن في الدور اللي تحت كمان احنا قلنا الجراج طابقين بردان عربالارا kart veriliyor HGS'de takılıyor. Arabayı görünce mekanizma otomatikman kalkıyor. Araba giriyor. Yabancı nerede? Araba giremiyor. Orada. Dışarıdan da içeriden de buradan çıkarken de içeriye girerken de. Şuf ya cema'a عشان العربية هنا مش أي عربية بتخش كل حاجة بالأوتوماتيك كده كل حاجة أوتوماتيكيا في بيدكوا كارت وكده بتتحط ايه عربة أسطونية ده ما؟ اه يتحط كده كارت على العربية وكده بحيث بيفتح لوحديه وايه يعني مش أي عربية تقدر تخش الجراج يعني دلوقتي يا جماعة أنا أروح أعمل مقابلة مع المالك ويكون إيه الكلام قدامكم مباشرة إن شاء الله مالك المجمع ده شوف يا جماعة دي المدرسة مدرسة الإمام خطيب هي دي المدرسة مدرسة ابتدائية إعدادية وثانوية وعايز أقول لكم على حاجة يا جماعة ما تفتكروش مثلا تقولوا الدوشة او الكلام ده بصوا اللي مش عايز ياخد في الجنب ده او مش عايز ياخد في الجنب ده ياخد في الجنب اللي هناك او ياخد كمان في الجنب اللي هناك مفيش مشكلة خالص والاطفال احباب الله انا عايز اوصل لكم حاجه مهمه جدا انتوا تجمعوا في المجمع ده بين الطبيعه وبين الراحه وعباده ربنا دلوقتي يا جماعه انا هتكلم مع المالك مباشره وانتوا تشوفوا كل حاجه بعينكم السلام عليكم دلوقتي انا معايا المالك دلوقتي
ممكن اسم حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي أنا محمد، عنوانه أنا كوتش، محمد كوتش. المالك ده مالك المجمع اللي احنا صورناه، اسمه أستاذ محمد، هو تركي، هو الحمد لله بيعرف عربي. فدلوقتي ايه، خليني أسأله الأسئلة اللي انتوا طبعا محتاجين تسألوها كأني أنا اللي هشتري بالظبط. أولا، ايه مساحات الشقق، ما مساحات الشقق وكم عدد الغرف؟ يعني دايرانين كوتش متر قارع، وكبيره 160، تفضل، صغيره 120. يعني هو بيقول الشقه ليها 3 غرف وصاله 160 متر، الشقه غرفتين وصاله 120 متر. طيب الشقه اللي هي 3 غرف وصاله كم حمام؟ 3 حمام. الشقه اللي هي 3 غرف وصاله 3 حمامات. كل الشقه واحد بارك، بارك سياره. تمام، انا بس هشرح بس نقطه يا جماعه، كل شقه مثلا اللي هي 3 غرف وصاله ديت عندها 3 حمامات وبلكونه. طيب الشقه اللي هي غرفتين وصاله فيها كم حمام؟ الشقه غرفتين وصاله كم حمام؟ هذا حمامين. حمامين، اللي هي غرفتين وصاله حمامين. حمامين، تمام، تفضل. بيقول لكل شقه فيها مكان للجراج بتاعتها. كل شقه لوحده جراج، كل شقه ليها تقدر تركن العربيه بتاعتك في الجراج. طيب سؤال، اين يوجد هذا المجمع؟ احنا فين المجمع ده؟ فين هذا؟ قريب الى ايوب سلطان. قريب من ايوب سلطان. بين هذا بين ايوب سلطان بسير 10 دقائق. 10 دقائق، يعني في السلطان، السلطان غازي، السلطان غازي بينه وبين السلطان ايوب، منطقه السلطان ايوب، بالسياره 10 دقائق. تمام، بعد كده اسعار الشقق، يعني دايرين في تلير نردا، يعني في 6 حتى 3 طبق 600,000. تمام، صغير 500,000. تمام، شوف يا جماعه، بالنسبه للاسعار اللي هي 3 غرف وصاله اللي احنا شفناها، مثلا 3 غرف وصاله من الدور الاول للدور الثالث ب 600,000 ليره. طيب الشقه اللي هي غرفتين وصاله بكام؟ ب 500,000 ليره من الدور الاول للدور الثالث، يعني اي كي ار تبير اين برنج كات اوتشنج كات بيشيوز ماشي، اما اوتش ار تبير برنج كات اوتشنج كات التيوز. تمام يا جماعه، بعده الى فوق زياده. تمام، دلوقتي انا اشرح بكل بساطه، دلوقتي الشقه اللي هي 3 غرف وصاله بكام؟ من الدور الاول للدور الثالث ب 600,000 ليره، ومن الدور الثالث للدور السادس التنجيا قدر 650,000 ليره، صح؟ من الدور الثالث الثالث الى السادس 650,000 ليره، 500,000. ومن الدور السادس التنجيا قدر كاتشا قدر يديوز، يعني بعده وزياده، يعني من الدور السادس وانت طالع 700,000 ليره. تمام، طيب غرفتين وصاله حتى من 5 حتى الى 85. يا جماعه غرفتين وصاله هنا في المجمع من 500,000 ليره لغايه 580,000 ليره. تاني الاسعار، غرفتين وصاله من 500,000 ليره ل 580,000 ليره. طيب بالنسبه لثلاثه وصاله من 600,000 زي ما احنا شرحناه لغايه 700,000. دلوقتي انا اساله سؤال كويس صغير جدا، اقول له هل في فصال لما الملك يجي؟ هل يوجد فصال؟ يعني بازار لك فارما جدي مشتري، يعني لو مشتري كده جاد وهيدفع، يعني اصلا انا لا يحبون بازلك الفصال، لا تحب الفصال. ما سبب؟ بعض رجل مساتاجي في هذا، والله بالله ليس هذا، انا لا يحب هذا، انا كلام بهذا فلوس بهذا فلوس. يعني في فكري احسن شيء. طيب انا عندي سؤال، يعني سؤال، لو مشتري جه زبون جه قال لك مثلا يعني شقه ب 600,000، ممكن مثلا يفضل حاجه صغيره؟ ممكن انا مع هذا اروح الى الجبل ياكل يشرب يكرم كلهم فيه، يعني يكرم، يعني ان شاء الله برز بزلك، تمام، يعني ان شاء الله ايه زي ما انتم شايفين على الواقع دلوقتي ممكن تفصلوا حاجه بسيطه. يعني يا جماعه انتوا ديجوا ان شاء الله منكم للملك مباشره، كويس؟ احنا قلنا الاسعار. طيب طاب الشقق، الطاب بتاع الشقه ممكن اشوفه؟ طاب الشقه مستند الشقق، هذا اذا هذا بطاقه، يعني دوله بطاقة لكل الستة، هذا اسمه قلامة إذن ملكس إسكان. الإسكان ديت يا جماعة، الإسكان الإذن الدولة، إذن الدولة إذن اللي دولة. هو تبني كده واخد الإذن، الإسكان المهم جدا. هذا كله واحد واحد اسمه، هذا لواحد
ثلاثة بلوك. يعني للثلاث مباني كل لمبنى من دول الاذن بتاعه من الاذن الاسكان من الدولة. هذا مثلا هذا كله بناء هذا كله بناء طابو. هذا طابو يعني هر دائرة اتشين طابو فار كله لي. هذا اسمه أنا محمد قوش، هذا باسمي أنا. يعني يا جماعة مثلا بو مثلا بير دائرة اتشين مثلا الطابو ده مثلا لشقة معينة هنا مثلا في المجمع. هذا كاسكو يعني تامين. كاسكو ده مك يعني تأمين. تأمين التأمين. التأمين كاسكو يعني بعد دسك مثلا نار نار في البيت بعد الدولة يدفع فلوسه. ده يا جماعة التأمين لا قدر الله لو في نار في البيت أو الكلام ده الدولة هي اللي بتدفع الفلوس. ده التأمين إذن بلدية بسبب بيع. إذن البلدية للبيع يا جماعة يعني سطب نرسل اليوم شراء اليوم ياخذ طرف. يعني إذن البلدية للبيع تشتروا على طول وتاخدوا الطابو يعني مفيش مشكلة. قصدنا نقول مفيش مشكلة الحمد لله. هذا كل الطابو اللي وحيد الشقة. شايفين كل الطابو ديت لكل شقة لها الطابو بتاعها وحتى عمل التأمين بتاع الزلازل وكل حاجة. يعني كله باسمي أنا. وكله باسمه. ممكن هذا ماله الله. أما أنا يعني عبد من عباد الله. أنا حارس. حارس في الباب. ممكن أشوف الهوية بتاعتك الكملك. كملك أنا. أهو اسمه أستاذ محمد والطابو باسمه. محمد. اسمين نرد. أهو أستاذ محمد كوتش يعني اسمه أستاذ محمد و. البطاقة بتاعت أستاذ محمد يعني هو ده المالك وانتو زي ما انتو شفتوا بالظبط. تمام. هذا المالك هو الله. المالك هو ربنا سبحانه وتعالى. طيب سؤال هنا كم دقيقة للتقسيم؟ تقسيم 15 يعني قول بيش دقيقة 15 دقيقة من هنا للتقسيم. طيب كم دقيقة للسلطان أحمد؟ تقريبا 15 دقيقة. 15 دقيقة نفس الحاجة. طيب كم دقيقة للفاتح؟ يعني فاتح سلطان أحمد أين يعني تقريبا يعني مثلا في الفاتح 15 في السلطان أحمد 3 دقيقة زيادة مثلا. يعني كم دقيقة للفاتح؟ تقريبا أين يعني تقريبا 15 دقيقة. يا جماعة أنا عايز أقول نقطة مهمة جدا جدا. الحمد لله زي ما أنتوا شفتوا كل حاجة دلوقتي. ربنا يكرمكم إن شاء الله. هذا في حديقة في 3500 ألف متر حديقة مبنية. بيقول لكم الحديقة هنا 3500 متر. في مسجدين موجود. مسجدين كبار اللي أنا وريتكم. واحد لأمرات وواحد لرجل. مسجد للرجال ومسجد للنساء. مدرسة القرآن لولد عمره 3 حتى 6. في مدرسة للقرآن اللي أنا وريتكم اللي هي 500 متر في المجمع هنا كويس. كم عمره من كم لكم؟ يعني في عمره يقرا حتى يروح الى المدرسه يعني من 3 سنين لست سنين لغايه ما يروح المدرسه كويس. انا عندي سؤال بقى سؤال لو سمحت سرومبار. دلوقتي هنا المدرسه جرولتو فارما في دوشه للمدرسه. هذا مدرسه ارضو اسم اردواني انا اعطي دوله يعمل في فوق مدرسه. هذا امام خطيب. هذا مدرسة ولد الصغير مثلا. ديت مدرسة يا جماعة الثانوية مدرسة إمام خطيب اللي تخرج منها رئيس الجمهورية. مدانة مهزمة. هو بعد كده مدرسة ابتدائية وإعدادية يعني أورتا أوكل ده إلك أوكل. أما أرض هذا أنا أعطي. يعني بو سنين أرزان. يعني الأرض يا جماعة ديت كانت بتاعة المالك دوا وهو أدالي الدولة وهي عملت المدرسة. سؤال. مش مسألة جرور تفرسة ونار ديار طرف صح؟ يعني لو في دوشة مثلا من هنا ممكن يشتروا في الناحية دي صح؟ لا ليس هذا الشيء ما في يعني ما فيش دوشة؟ لا هذا الشيء ما في يعني دوشة يعني جرولتو جرولتو يقنوا؟ لا 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 أما بو أكل يعني لا مدرسة لا إزاي ما فيش دوشة؟ لا لا ليس بهذا. هذا منطقة بعيد من هذا بعد وش شجر موجود يعني ماشي بيقول لك يعني شجر موجود زي ما احنا شفنا وكل حاجة تمام إن شاء الله. أنا وريتكم كل حاجة بعينكم الورق قدامكم وكل حاجه ماشيه بالقانون الحمد لله. فيا رب يوفقكم ان شاء الله ويكتب لكم الخير. دخول شارع العام شارع العام يعني مثلا الشارع العام روح الى السلطان فاتح جسر السلطان فاتح يعني قريب من تقريبا 500 قريب 500 متر قريب دخول شارع العام. يا جماعة 500 متر من المجمع للشارع الكبير الرئيسي يعني. كويس اللي بيروح على الفاتح وعلى سلطان أيوب وعلى أي حاجة على المطار أي مكان في تركيا تمام يا جنب يعني طريق قريب إلى طريق العام
تمام. انا عندي سؤال بس، الاسعار هنا غاليه ولا مش غاليه؟ يعني بوفيت لار اوجزمو بهالما يعني فرصه، يعني هي فرصه ولا مش فرصه؟ انا بيقول والله فرصه. انا اقول له بقى ليه فرصه؟ انا عايز اعرف، انا كاني مشتري زيكم. صافي، انا لا كلام والله، يعني والله انا لا يحبني كلام بالله. هو مش عايز يحلف بالله دلوقتي، كويس. قال استخراج انا كثير رخيص، بيقول لك دلوقتي رخيصه جدا. طيب ليه رخيصه جدا ندان؟ ليه رخيصه وليه فرصه؟ ها؟ عشان الدولار يا جماعة، الدولار لما يعني عيلي دلوقتي، فيعتبر الشقة تعتبر رخيصة جدا. ماشي، بالهنا والشفاء احنا ناكل ان شاء الله. بسم الله، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. نشوفكم قريب في تركيا، الله يحفظنا كل دول الاسلام، اللهم امين. وعايز اقول على حاجة، احنا مش هنسيبكم لغاية ما طابوا الشقة. دلوقتي الطابو ده باسمه، ان شاء الله حصل نصيب، مش هنسيبكم الا لما تطابوا الشقه يكون باسمكم باذن الله. وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. هوش قاعدين؟ مشغول. انا سوسن. ايه، تشكر يا دكتور. طيب لطفا. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركه كويسه جدا، ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري، نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة، رقم واحد، بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة، الطابو. يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانه. مين حلقه الوصل؟ مين حلقه الوصل بينك وبين المالك؟ احنا. فدي امانه كبيره جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجه، جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجه، كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك، شوف عايزين نوصل لك حاجه واحده مهمه جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات. المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعه. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره منكم لي، كويس؟ بناخد النسبه المعروف عليها هنا في تركيا العادلة، كويس؟ دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية، يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله، واتطمنوا. اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. الف مبروك. شكرا. الف الف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك اخوي علي، انا شاكر ومقدم لك. والله انا مبسوط اني شفت الطابو باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا اخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة، يعلم الله. ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد، يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني.
ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه ولمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل، يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو، نشكر استاذ علي جمال اللي قالنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملون وياه لانه انسان صادق وامين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وانشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات زين. لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا، وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني وصل الناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهمه مصلحة الشخص اللي يجي قبل لا تهمه مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو في الجمال برضه أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي الجمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائح حد يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. الأريد اللي يميز علي الجمال برأيي الشخصي الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة لقيت على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أعطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقة اللي هو يسأل بين فترة أخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح،
يحاول يتواصل ويا ابو الملك باعتباره هو يحكي لغه تركيه ولغه انجليزيه واللغه العربيه. انصح بكل من يشاهدني بانه يتعامل مع الاستاذ علي جمال لانه انسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالاسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني. أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال في اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معاه ما شاء الله ومعاملته بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم أن أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه. وكان لي الفضل بعد ربنا في انه ساعدنا في موضوع الاقامه، دلنا على مكتب كويس باسعار مناسبه جدا، ودلني على مكان زراعه الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشره كنت خلصت العمليه، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العمليه من 13 والحمد لله الاثر باين، واثر ان شاء الله دايما معانا في كل حاجه، وجزا الله كل خير والله على العمليه. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب أنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس سعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة.